زملائي زميلتي، غدا إن شاء الله سوف تلتئم الجمعية العمومية بمناسبة تجديد المؤسسات المهنية من أجل انتخاب نقيب جديد وتشكيل مؤسسة النقيب من جديد. وهذه الاستحقاقات المهنية التي كانت مناسبة أن تواصلنا معكم خلال هذه الشهور من خلال عرض البرنامج المستمد من قانون المهنة، والذي حاولنا أن نوضح لكم أو نفسر مجموعة من خطوطه العريضة. هذا البرنامج الذي كان تحت شعار من أجل ميثاق مهني يرسي قيم التضامن والتكافل والتآزر ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة. بطبيعة الحال هذا البرنامج الذي حاولنا أن نتواصل معكم من خلاله سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو بالمحاكم أو المكاتب وغيرها من الأماكن المرتبطة بالتواصل من أجل توضيح برنامجنا ومن أجل إعطاء رؤوس أقلام حول كيف نفكر وبماذا نفكر. غدا إذن سنكون على موعد مع الاستحقاق المهني، وهي فرصة أن أدعو جميع الزملاء والزميلات للمشاركة بكثافة في هذا العرس المهني من أجل أن نوضح للآخر ونوضح لنا كذلك أن الجمعية العمومية على اعتبار أنها من أهم المؤسسات المحاماة والتي تعتبر القوة الحقيقية لمهنة ورسالة المحاماة. إذا قلت فالمشاركة المكتفة سوف تعيد للجمعية العمومية بريقها، وسنختار بشكل جيد من نراه أهل لكي يمثل مؤسسة النقيب في 3 سنوات مقبلة. أكيد زملائي زميلتي أدعو من خلال هذا التواصل، أدعو جميع الزملاء والزميلات إلى إذا ما رأوا بأنه البرنامج الذي وضعناه وتجربتنا في تدبير الشأن العام المهني كافية، فندعوهم للتصويت لصالحنا. فكما قلت التصويت والمشاركة في هذا العرس المهني سيقوي مهنة المحاماة ويعيد إليها بريقها. إذن فلنكن جميعا زملاء وزميلات مع الموعد غدا إن شاء الله 17 دجنبر وبعد غد 18 دجنبر إن شاء الله مع هذا الموعد، ونحضر ونصوت بكثافة. شكرا لكم على هذا التواصل الذي استمر لشهور والذي حاولنا في خلاله أن نقرب وجهة نظرنا لأغلب الزملاء والزميلات. إذن شكرا لكم، إلى أن نلتقي غدا إن شاء الله. السلام عليكم.